دعوة الشارع، تحريك الشارع ليس جديدا لدى النخبة السياسية العراقية، وسبق أن شهد في السنوات الماضية أيضا دائما يعني استغلال مواقيت الصلاة وأن كان أيام الجمعة لتحريك مشاعر الناس ودفع الناس باتجاه التظاهرات، ويعني استغلال هذه المنابر الدينية لإرسال رسائل سياسية إلى الفرقاء وإلى الشعب. أنا أعتقد بأن الاتحاد حريص ويدعو كل الأطراف في البيت الشيعي إلى وحدة الموقف والتمسك بوحدة الموقف القوى الشيعية لبناء عملية سياسية سليمة. واتحاد الوطني أكد أكثر من مرة بأنه يريد مشاركة كل الأطراف السياسية والرئيسية في العراق في بناء عملية سياسية دون تهميش أو إقصاء أي طرف آخر. من هذا المنطلق أنا أعتقد بأن أي تظاهرة أو أي دعوة لتحريك الشارع إذا كان يخدم وحدة الموقف وبناء عملية سياسية سليمة ولا تستهدف يعني العنف والعنف المضاد ولا تسفر عن خلق فوضى، أعتقد بأن يجب التعامل معه بمرونة وبنوع من الديمقراطية.